ده من يعني جدي ووالدي كانوا كده. وانا ورثت المهنه والسر. احنا انا هروح نحتي بستر عندنا كلنا وماشي من الصحوه. عندنا اكواب وماشي. ايوه نسمع نسمع نعلي صوتنا ونسمع من الدكتور. عندنا ثوب قماش ما فيهاش ولا فتله مش طبيعيه. يعني حرير يبقى حرير. وهل ده كافي ان الست تقع في غرامي عشان عندي ثوب قماش؟ لا. طب قول لنا السر ونقول السر للساده المشاهدين. الـ 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 ده متقري على القماش. يعني ايه؟ متعزم على القماش. عشان ده جايبه من المغرب. من المغرب؟ ايوه من المغرب. يعني ايه معمول عليه سحر؟ انا مش مؤمن بموضوع السحر لكن في قوه غير عاديه. لو الست حطت ايدها على القماش مرتين ثلاثه كده في جوزك. ايوه صح. ايوه فعلا. طب ازاي يعني بتاع انا ما اعرفش ازاي. لكن ما حصلش ان واحده مسكت القماش ومشت ايدها عليه وما رجعتليش. طب ولو واحد لا ما يشتغلش. انت بتطمن على نفسك انت بس. وانت ايه؟ انت جايبني تجوزني ولا جايبني تستضيفني في البرنامج يعني؟ تتجوزي ايه؟ استني دي حكايه عجيبه جدا. ده كل الناس هيجوا يشتروا منك عشان اقول ايدك على امك. لا اي واحده حط ايدك على امك. اوريدي كانت متجوزه وكانت بتحب واديتها عينات. وانا يعني كرامه ليها اديتها من نفس القماش كرافات لجوزها. اتطلقت وجات لها يا حبيبي. فعلا فعلا صح. انت راجل حقيقي. اعتراف يا جماعه امام الكاميرا خطير جدا. طب ممكن تقول اسم الراجل والست دول؟ لا لا كل ده لا خطر قوي. طيب خلوني سر المهنه. سر المهنه. هو انتوا بتشتغلوا بس عشان تتجوز صح؟ ايوه. يعني اساس التجاره بتاعتك عشان الجواز؟ لا وده بتطلق وتتجوز طبعا مش كل دول. انا ماليش غير اربعه. فبتاخدهم ايه اربعات يا دكتور؟ فبيبقى عندي ثلاثه او اربعه. طب انت دلوقتي عندك كام؟ اربعة. لا ثلاثة. الله ده فعلا ليك حق والله جل من لا يسأل. لا ثلاثة. يعني فاضل واحد. داير. فاضل. ايوه. انت بتروح البيت؟ وبعدين هقول لحضرتك حاجة. ربنا بيدينا الفلوس. حط ايدك انت كمان. يعني ربنا بيديك الفلوس ويشوفك هتعمل بيها ايه؟ ويديك الصحة ويشوفك هتعمل بيها ايه؟ انت اللي بتحدد انت مين. ربنا فتح عليا من واسع وانا بفتح بيوت. دكتور صبحي فرحات اسالي يا ساندي. اسالي. انا عايز اساله سؤال بس. اسالي. طب حضرتك مش خايف يعني ان الزبائن بتاعتك تطفش لما يشوفوك في البرنامج وانت بتعمل كده بالقماش بتاعك؟ ملهاش حل. يعني ايه؟ يعني في ناس كتير عرفت وفي ناس كتير عارفه بس مش قادره تقاوم. بتيجي برضه. بيجوا فعلا. ملهاش حل. وبعدين انا بكره بتزيدوا. يعني انا اي حته ارض بشوفها بشتريها ببنيها. طب عايز اعرف الوقت اللي بتاخده الست بعد لما انت بتقول تاخد القماش عندك وتملس عليه تاخد وقت قد ايه على ما يبقى عندها اقتناع بالجواز ده؟ ايام. يومين ثلاثة اربعة. ايام على طول. ايام والله. وكان بيحصل لي مشكلة ان انا يبقى عندي اربعة. وواحدة تيجي. في ناس ياخدوا اكتر من ناس يعني في ناس ياخدوا يوم في ناس ياخدوا يومين. في واحده جات لي بعد شهر. دي خدت وقت طويل. خدت وقت طويل لدرجه ان انا طب واقصر وقت كان قد ايه؟ واحنا قاعدين. وانت احنا قاعدين. الوحيده اللي اتاخرت. واحده تيجي. حسس على القماش. كانت مغطيه وشها. وبعدين شالت النقاب قالت لي حاج صبحي من حقك شرعا تشوفني. انا عايز اتجوزك بخطبك. ده خدت ساعات. دي واحنا قاعدين. ساعات. موضوع خطير جدا يا جماعه. انا هاخد فاصل عشان الاتصالات زمانها هتنفجر. هتلاقي دلوقتي السكايب هينفجر. اتمنى مفيش حد من الستات اللي حضرتك طلقتهم يجي لنا على الاتصال. كلهم صحابي على فكره. كمان لان انا مقعدها في شقتها كارمها اللي عندها اولاد بيروح لهم كل حاجه وانا كاب عندي 39 ولد وبنت وخمس اطفال صغيرين ما شاء الله. ما اقدرش افرق لدرجه ان انا عامل جدول حرف الالف عند احمد عند ايمن عند ادهم عند ما شاء الله ربنا يخليهم بيحسبوا كتير ما شاء الله. الله يخليهم لك. طيب انا مضطر عشان الفقره اطلع بسرعه وهنستأنف الحديث مع الدكتور صبحي لغايه لما نجيب اخر الحكايه وساندي مهتمة جدا بالموضوع. ساندي خرجينا فاصل. خليك
هنرجع لكم تاني واحنا متجوزين. يلا اوكي. طب انا يعني ايه، طب حضرتك ليه ما عارف كده، ليه خلتني اقعد المثل القماش؟ الحته اللي انا اديتها لك ما جبناهاش، اللي هي التركواز ما جبناهاش. انت هي معاكي؟ هي انت خدتيها؟ الناس حريم كلها بتحبه. انت مالك في ايه؟ بس عصول قوي. طب ما تتجوزيه. ايه يا حسين؟ ايه يا دكتور؟ شعره حلو ازاي؟ شعره ايه؟ مش شعره. خد ناحية القماش. الجواز من عندك مش جسمه ونصيب صح؟ بالقماش. لا ما هو اسمه نصيب. اللي نصيبها ان هي تحط ايدها على القماش. لا انت مسكتي براحتك يا رب. انت واضح انه بيديك فلوس على الجواز كتير. اما انا مدير اعمال. فكره الاتصالات. يلا بس هطلع سندوتش يمكن ساندي ما تاكلوش. لكن سلام. انا مدير اعمال. مش قادره. عايزه ايه يا ام انت؟ اوكي. خدي اتصالات. انت اللي انت عاوزاه. اتفضلي معايا. اول سندوتش اهو. نعمل ايه؟ بس للكاميرا. اهو بصوا. يلا. سندوتش اهو للكاميرا اهو. ايه رايكم؟ جميل. جميل. تعالوا بقى ناخد الاتصالات. يلا يا ساندي. هتتجوز هو عايز حته قماش عشان يتجوز. خد. يلا يا ساندي. خد القماش يا ساندي معاك عشان تطلع. لا انا مالي هو يجيبه. ستة مدير اعماله. مدير بس شنين. مدير بس شنين. ايه انت مش فاهم. ساندي دي معاك يا. طب لا والنبي عشان هو بيعمل حاجات. طب انت حاسه بحاجه يعني؟ بس مش ممكن يا جماعه والله اكيد ده هزار. ليه هزار ليه؟ دي حكايه. ده انت شكله بجد. تعالي نقعد. انت بتكسر ليه كده؟ مش بتطمن ولا كده؟ بقى انت حاسه غريب من ناحيه. انت ما حطيتي ايدك على القماش الازرق. القماش بيبقى يبين انك هربته عليها. انت عامله تاتو او عامله في اي جسمك اي علامه؟ يعني حط عندك وشم في جسمك؟ ليه؟ لان ده ما بيحصلش غير كده. انت عامله تاتو؟ انت عارف ازاي؟ ما انا بقول لك اهو. طب خلونا بقى نخش في اول اتصال عشان الحلقه دي. والنبي جهزي العوالم عشان الزفه. يلا نخش ناخد اول اتصال. عندك تاتو فعلا؟ جاهزين في ظهري كده في اخر ظهري كمان؟ اسمع اسمع شافوش يعني اكيد. طيب حضرتك ايه تعليقك على الحاله اللي عندنا؟ الحاله دي الحقيقه هو بس الدكتور اللي عند حضرتك مش فاكرني. انا الدكتور صبحي. ايوه دكتور صبحي. انت مش فاكرني؟ افتكرني كويس. انا نمره 40 في حياه حضرتك. نادية حضرتك بس يمكن لو قلعتي النضارة يعني. نادية. ايوه ايوه كده. افتكر افتكر نادية. انت طبعا من كتر الستات اللي راحت لك. ازيك يا نادية؟ ازيك؟ فينك؟ فيني ايه؟ خلاص بقى. حضرتك لسه محتفظة بقماش من عند الدكتور صبحي؟ ايوه. ارميه بقى ارميه. وكان فعلا القماش هو السبب؟ اكيد هو السبب. انا ساعتها بقى مش عارفه ايه اللي حصل لي. خدتي وقت قد ايه؟ خدتي وقت قد ايه على ما حصل الزواج؟ الحقيقه ما خدتش وقت كتير خالص يعني. هي كان يوم تاني يوم كنت عنده. طيب بامانه اسالي يا سندي. اسالي عايز اسالي ايه؟ طب حضرتك اتجوزتي بعد يعني والقماش ده عندك في البيت؟ يعني اتجوزتي بعديه؟ ايوه بعد ما رحت له المحل ومسكته. لا اتجوزتي هو بس. اتجوزتي بعد كده حد تاني يعني؟ لا طبعا ما اتجوزتش حد تاني للاسف. طب ما انت اتطلقتي يعني ليه ما اتجوزتيش؟ هي اللي طلبت الطلاق. دي بقى اتطلبت. طلقت. انت اللي طلبتي تمشي يا نادي. الظاهر حد تاني بعدية عمل سحر. لا انت اللي طلبتي. انت اللي قلتي لي لما جيت اتجوز. ايوه انت طلقني. مش فاكر ايه اللي حصل. فاكر اما جيت اتجوز قلت لي طلقني ما تتجوزت عليا. ده مش شرع. شرع ربنا مش انت اللي تقولي. طب هو حضرتك مستخبيه ليه يعني؟ طيب بالامانه كده يا مدام ناديه، بالامانه
معلش بدون زعل، هل نقدر نحذر يعني ولا ده ما نقدرش نحذر؟ لان الجواز مش حرام، نقدر نحذر الناس؟ والله يعني نحذر الناس، بس هو الدكتور فرحات يعني الحقيقة احنا بنحبه خالص، كل اللي يتجوزوا بيحبوه قوي لحد دلوقتي. هل في ناس كان سنهم صغير؟ في ناس سنهم صغير طبعا، هو يعني الواحد كان طول عمره كتير، ما احنا كنا صغيرين ولا ايه؟ ما حضرتك لسه صغيرة باين عليك. طيب وصلت رسالة حضرتك ومتشكرين جدا جدا. في مطرب ولا يعني ايه مطلوب معانا الامر دي؟ هي بقى شكلها كروس. طيب انا بقيش مش عارفه اتكلم. شعرك سني شعرك. ايوه بقى. لا بقى لا انا بحكي، انا بوس علي اتحريت فبوس خالص. ساندي ممكن تساعدك، انت شايف اختلافات سبعه؟ شايفاهم يا ساندي؟ انا شايفه. تقدري تغششيه اتنين بس؟ اول واحده خضرة الايد دي. اوكي ادي حاجه اهي، اتفضل يا دكتور. وهنا واحده حمراء. استاذ فكيه شايف حاجه؟ ايوه في الكم اليمين ده اخضر. ايوه دكتور. في على هنا حمراء. في ايه يا دكتور هنا؟ رجل الشمال فيها علامه حمراء، هنا مفيش، هنا في دوائر زرقاء. اوكي شايفه ايه يا ساندي؟ ركزي تحت بقى. في جيب ده في احمر بس هنا مفيش. طب ايه رايك في البنطلونين؟ في حاجه عند الجزمه؟ في هنا ثلاث قلوب دي ولا نجوم حاجه كده، بس دي مفيش. والبنطلون ده من تحت بقى؟ في ايه؟ ها؟ بنطلون من تحت. في ايه يا دكتور؟ شايفه يا ساندي؟ ركزي. اخر هي اصعب واحده، اخر واحده. اتخضيت يا دكتور؟ طبعا. معلش كان لازم يعني افوقك شويه من اللي انت بتعمله في الناس. طبعا. صح ولا لا؟ ايه رايك؟ ده خرج. لا بس ما هو ده اللي بيحصل للبنات. ده اللي انت حسيت بيه ده هو اللي بيحصل للبنات. انا اتخطفت من جوه. صح شفت ازاي؟ الاخ اللي معاك حصل له حاجه؟ يلا بقى نروح المطبخ. يلا ايه؟ مطبخ ايه؟ انتوا بتعملوا ليه كده؟ ده فطق. ده حلو يا سيدي. هتغني حاجه؟ أنا يبقى أنا قادرة أتكلم. مش قادرة. تعالي يا ساندي. مش قادرة. ليه؟ تعالي أهو تعالي حبيبتي. طيب اتفضلي. تعالي. أيوة أوكي بعدين تخلي. تعالي يا ساندي نعمل الدخلة بقى ونغني حاجة. دخلة إيه؟ من هنا؟ حافظين؟ في حاجة معانا للفرقة يا ساندي هتشيل الشباب؟ هنيجي من الباب ده أنا وأنتي ونقف هنا ونغني حاجة أنا وأنتي مع بعض. يلا. طيب أنا ممكن يعني قاعدة شوية بس لأن فعلاً يعني قلبي بيدق جامد فمش قادرة اغني. انت خضيتي ده انا عايز اخض هو. لا انا خضيتها كنت قولي في ودني يعني. ها؟ كنت انا عمال اقول لك انت ما سمعتنيش؟ لا انت قلت لي ركزي على فكره. ايوه بقول لك استني شوفي هنعمل فيه ايه. معلش يا دكتور كده كل سنه طيب شويه فانتازيه. تعالي يلا نعمل الغنوه. اتفضل يا دكتور اقعد بقى هنا انت والاستاذ فكيه. معلش خضيتي؟ يعني شوية. ما ده يفوق شوية عشان تخلصي من السحر اللي اتعمل لك. ممكن صح. خايفة على الدكتور قوي؟ ده انت باين عليكي هتروحي معاه النهارده والله. انت مسكتي قماش؟ اداني قماشة فظيعة والله. طب انا مسكته ما حصليش حاجة يعني. ما هو بيقول لك في ناس تاخد شهر. يلا. ده لازم ايه؟ طب يلا هنعمل نفس الدخلة تاني. يلا. طيب حاضر. هنقف نغني هنا بقى الغنوة بعد كده اوكي؟ شكلكوا حاطيني فار ولا حاجة. البتاع ده؟ ايه؟ طيب ولا هم. يلا اتفضل. يلا يلا. هو مفتوح؟ مفتوح. خد ايه ده؟ ايه يا ابني قاعد هنا بتعمل ايه؟ الواد اللي قاعد على الحمام ده؟ ايه؟ مين اللي قاعد على الحمام ده؟ انا فتحت عليه حمام. فتحنا هنا لقينا حمام. لا مفيش هنا حمام. اهو اهو. لا لا اهو. مفيش حمام، ده البلد اللي كنتي منه. ايه ده؟ والله كان في حمام. لا يا جماعه. ودرع. حدف عليا دي. الحمام انا شفته. ايوه والله حدف عليا حاجه انا والله شفته. هنا. إزاي؟ انت شفته كمان؟ ايوه انا شفت واحد قاعد على الحمام. لا مفيش حد. ده العاب بقى من الدكتور. لا في حد هنا والله في حمام. لا ده احنا اتسحرنا.
يا دكتور الجو ده اتسحرنا ولا